نحبوا يكون في الشبابية يكون محلي في الوضوح كالخفافيش. وحنا الإطار نتاعنا كوميونيتي تاعنا تاع البلاد دو مارس تحرير الجزائر واصفة واحدة موحدة بارك الله نأيدوك اللي لبيت الدعوة وهي نسخة تحرير المؤتمر اللي متكونة تقريبا من كل أعضاء. احنا مساندين حيرة كيما لازم الحال. ما عندناش حتى بركم النقص فيما يخص. عملنا البيان او ديكلاراسيون لو 11 مارس وين خضينا موقف كاتحاد العام العمال الجزائريين فيما يخص الحراك. بعثنا لي كونفوكاسيون لكل اعضاء اللجنه التنفيذيه. نشهدوا الاخوان الصحافه. ما قصينا حتى واحد. سوف هذوك اللي عندهم عقوبات تأديبية هذه حاجة أخرى.